البوليس الحربي رجال أقوياء أشداء يختارون بدقة، وها نحن نقدم إليكم واحدا من هؤلاء الأبطال. لا تسألوا عن أصله وفصله، إنما أصل الفتى ما قد حصل، وإليكم القصة من أولها. جاهز يا أستاذ إسماعيل؟ جاهز. مش هتنفع ابدا يا ناس يا عالم. هو شيء بالعافية واحدة بترقص بلدي، مالها ومال الشغلانة دي؟ المدير في اوضته. ايوه يا استاذ. انا لازم اشوف لي طريقة، معانا ما اعرفش اشتغل كده ابدا ابدا. سيداتي وسادتي، من كلمات الشاعر الرقيق مأمون الشناوي ولحن الموسيقار المجدد كمال الطويل، تستمعون الآن إلى أغنية في يوم من الأيام من مطربكم العاطف المحبوب الذي طالما أشجاكم وأطربكم بصوته الدافئ. فلاح في قرية، وبعدين كان المطر والسيل نازل عمال يرخ على البلد لما غرقها، والمية دخلت البيوت وحاجة فظيعة خالص. فواحد فلاح راح للعمدة قال له: يا جناب العمدي يا جناب العمدي. قال له: فيه ايه يا والي؟ قال له: الحق يا جناب العمدة، المية دخلت البيت. قال له: عقبال النور يا والي. أسود حبايبي لمعي. ايه ده شويه؟ ايه اللي مضايقك؟ كام شهر دلوقتي مش قادرين تجيبوا لي رقاصه ارقص معاها؟ اجيب لك ايلين. ايلين يا استاذ ايلين عجزت، ركبت طقم اسنان. اتفق لك مع عزيزي فشولت. انعام. انعام سافرت الهند. امال اجيب لك مين بس؟ مفيش غير واحده بس. سلوى. من يوم ما جوزت اسماعيل وسابت الشغل وانا مش قادر ارقص ابدا. الله يخرب بيته، لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. يا ما تحيلت عليه، ما بيش فايدة. يعني احنا هنفضل تحت رحمة اسماعيل؟ مراته في عصمته. اسمع، ما ترفده. ها؟ وصي كل المحلات ما يشغلهوش، هيعيش منين؟ غصب عنه هيرجعها الشغل.
طب اتفضل انت وانا هعرف شغلي وياه. انا ما قلتلكش حاجه، انت اللي بتتصرف من عندك. طبعا طبعا. برافو يا اسماعيل، برافو، حاجة عظيمة. أحسنت يا اسماعيل، برافو. شكرا. ده الناس كانت هتقطع عليها من التسقيف. برافو من قلبي والله يا اسماعيل. متشكر. أرفار يا حبيبي، مع السلامة. مع السلامة يا روحي. اسماعيل. نعم. المدير كان بيسأل عليكم شوية. علي أنا؟ أيوة حبيبي. طيب متشكر. أفندم حضرتك بعتلي؟ أيوة. خير إن شاء الله. عاوزين نتفق مع سلوى. تاني؟ واحنا اللي نقوله نعيده؟ ما قلت 100 مرة لا يمكن مراتي ترجع الشغل. هقبضها 2 جنيه في الليلة. ما تتعبش نفسك. طيب اسمع بقى، عندك مهلة لبكرة، يا انت يا مراتك. ايه هترفدوني؟ هرفدك وارفد اقعص منك. كل ده علشان سلوى ترجع الشغل؟ انا انظرتك. طيب تسمح لي بسؤال سيادتك؟ اتفضل. حضرتك ليه ما بتشغلش مراتك؟ اشغلها ايه؟ غسالة. غسالة؟ وشرفك كانت بتغسل القميص ده بتعريفة. انا يا قليل الادب عندي في بيتي غسالة كهرباء. يا نهارك اسود، انت ايه اتجوزت عليها؟ برا، اطلع برا، انشرى. عشان المدرسة. ياسين قوم لا تتأخر. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبي. يا سلام يا ماما، أما أنا حلمت حتة دين حلم، اللهم اجعله خير. خير يا حبيبي. حلمت إني رحت المدرسة لقيتها اتحرقت. إيه؟ يلا قوم بلاش كسل. صباح الخير يا سمعة. صباح الخير يا ياسين. يا حبيبي يا سمعة، مش بالذمة بابا زي القمر. يلا روح اغسل وشك على بال ما حضر لك الفطار. اوكي.
ايه اللي صحاك بدري النهارده؟ ما جانيش نوم طول الليل. اخلص من خازوق يطلع لي خازوق تاني. عشان الحكايه اللي قلتها لي امبارح بالليل؟ ايوه. انا سبت الشغل بخطري، ما حدش غصب عليا. ايوه، لكن ده عارض عليكي 2 جنيه في الليله، يعني 60 جنيه في الشهر. والله لما يديني 1000 ابني وبيتي اولى بيا. يعني ابلغه انك مش موافقه؟ طبعا. انا مش هستنى بالليل، انا هروح له في البروفه، وبدل ما يرفدني بالليل يرفدني بالنهار. ولا يهمك، انت تشتغل في احسن محل. يا حبيبتي يا مراتي. يا حبيبي يا سمعة. مش بقولك انه زي القمر؟ ولا باكين يا اسماعيل. طب انت مرفوض. مرفوض مرفوض، الرزق على الله. اتفضل خد حسابك. حسابي حسابي، توكلت على الله. يعني نابو ايه؟ اسماعيل مغني كويس، او لا طال مراته ولا طاله. المدير معذور، جاله النهارده جواب من صاحب الماجستيك في بيروت، طالب سلوى بالذات، شرط اساسي انها تسافر مع الفرقه. عنده حق، اخر مره اشتغلت هناك عمل فلوس زي الرز. عارض عليه 100 جنيه في الليله، يعني 3000 جنيه في الشهر، ما بنعملهمش احنا هنا في سنه. افرض ان اسماعيل اشتغل في حته تانيه، تبقوا استفدتوا ايه؟ لازم نلاقي طريقه تخليه يرجعها الشغل غصب عنه. مش عارف اعمل ايه، متهيألي ارتكب جريمه، اموت اسماعيل، اخنقه. السلام عليكم. اهلا فجانس، فينك يا راجل؟ محدش بيشوفك من زمان. انت عارف بقى شغل الجيش فين وفين عقبال الواحد ما ياخد اجازه. ولسه فاضلك كتير في الخدمه؟ سنتين ونص. يا سلام، تعالى تعالى. الاستاذ احمد مجانس بطل مصارعه وفي البوليس الحربي، الانسه محاسن. تشرفنا. اهلا وسهلا. الاستاذ لمعي. تشرفنا. انت وقعت لي من السما. قول لي، هو اسماعيل لسه ما اتجندش؟ لا، سقط قيد، ما كانش له عنوان ثابت لانه كان بيتنقل مع الفرق. بس نبقى نبلغ عنه اداره التجنيد. وبعدين؟ وبعدين مراته ترجع الشغل. انتوا بتتكلموا على مين؟ لا لا، ده واحد صاحبنا، صاحبنا قوي. موجود جدلة عاشت لسامي. اسمك ايه؟ داد داد عبد المودود جدلة. انت من جرجة؟ من دد عين يا فندم. عندك شهادات؟ ابن اختي عنديه الاعدادية. ملاش دعوة بابن اختك، المهم انت. انا بخاله. تحب تروح انهي سلاح؟ عايز الصراحة؟ طبعا. نروح سلاح الطيران. اشمعنى؟ عشان اتدلى بالبراطوش. اسمه الباراشوت. امال انا قلت ايه؟ وايه كمان يا جد؟ واركب الطياره التفافه. قصدك الطياره النفاسه. امال انا قلت ايه؟ والطياره النفاسه تعرف عنها ايه؟ اعرف عنها كل خير. ايوه ايوه، ايه معلوماتك عنها؟ حمامه فريره هتسبق الصوت. مظبوط، بتسبقه ازاي؟ انا نفهمك ولا مؤاخذه، لان فوق كل ذي علم عليم. اتفضل. حضرتك بتشوف البرق الاول ولا بتسمع الرعد؟ لا بشوف البرق. شاطر، اهي النفاسه زي البرق وبتسبق الرعد. كويس قوي، وفوايدها ايه بقى؟ انا نفهمك، يعني لما اكون انا في مصر وعاوز نروح بلاد الهند نقطع المشوار في غمضه عين، نص كلمه يعني اوصل هناك قبل ما اقول انا عاوز نروح هناك. ازاي بقى؟ يعني ما اقول انا عاو القى نفسي وصلت هناك كده كده. بلا مؤاخذه يا فندي، وفوق كل ذي علم عليم. طيب انت هتروح سلاح المشاة؟ لا، في عرضك يا سلاح الطيران يا توديني سلاح الغواويص. قصدك الغواصات. امال انا قلت ايه؟ يحول على سلاح المشاة. يدوم العلم. انت عندك الابتدائية يا اسماعيل. وسائط كفاءة يا فندم. وتعرف لغات كمان؟ جميع اللغات الحية وحتى الياباني والصيني. انت بتكلم كده؟ هاهاني ايشي كيشي مارو كيشي ميشي سارو زاجاناكي موهوراشيما لاشيني مو. طب قولنا شوية صيني. هاو ماو كاو ساو هينج كينج شونج هونج هانج هونج شانتونج. ده صيني ده؟
احنا قلنا دوكها ايه؟ ياباني. يبقى ده صيني كده على طول. لا ديكها ياباني ولا ده صيني. انا متاسف يا فندم، بصراحه انا ما اعرفش غير شويه فرنساوي على شويه انجليزي على شويه اجريجي، غير المعلومات العامه وخصوصا المعلومات العسكريه. عاوز تروح عن سلاح يا اسماعيل؟ البوليس الحربي يا فندم. اشمعنى البوليس الحربي؟ عسكري البوليس الحربي شجاع وجريء وفوق كده حرك ولبق، وانا في الحقيقه معدومه فيا الاربع حاجات دول. يحول للبوليس الحربي. نعيما مقدما. طيب حبسي. يرحمكم الله. الله يرحمك. متشكر. بجم. الله. بقول لك. بتقول ايه؟ انت لازم تمشي بحساب وتجري بحساب وتبص قدامك بحساب وتبص وراك بحساب. يا بجم بتبحلق ليه؟ دكتور شهير مش عارفني. مين؟ الله. بص بقى مين ده؟ انا بشبه عليه. فاكر لما كنت بساعدك وبتخبي الارنب جوه بقي؟ بص ودني مين دي؟ فاكر لما كنت بتخبي فيها الكتكوت؟ بص قفا مين ده؟ قفا الحمار. فاكر لما كنت بتقلبني جحش والجمهور يصفر وانا نهى وتمد ايدك تجيب عيله البرسيم من الهوا؟ سمعه هو بعينه. دكتور شهير فين ايامك يا اكبر منوم مغناطيسي اللي بهرت الشرق والغرب بالعابك السحريه؟ هنا. والله زمان يا دكتور شهير. اجمع بسرعة يا عسكري، انت وهو اجري يا عسكري. اجري يا عسكري اجري. اقف ثابت يا عسكري. مركز تدريب الفا ثابت. تمام يا فندم الفصيلة تمام. محاسن الصدف. القايش بتاعك مش ملمع عليه يا عسكري. لمعته يا فندم بالليل ندى نزل عليه الصبح. تلمعه قبل ما تنام وساعة ما تقوم من النوم، تلمعه أناء الليل وأطراف النهار، فاهم يا عسكري؟ مفهوم يا فندم. انت متكلم يا عسكري؟ متكلم يعني ايه؟ هو انا بتكلم عبري، يعني متدهب، يعني متريح، يعني متهبب على عينك. انا متعود على كده. هنا مفيش حفلطة، مفيش حنتفة، هنا فيه خشونة. مفهوم؟ مفهوم. وايه اللي تحت البريدة؟ دماغي. عر دماغك يا جميل. ارفع بيه. Woo!
انت مش حالي ليه يا عسكري؟ شعري ما يتحلقش. شعرك ايه؟ خلقتي كده، اقصه يطلع في ساعتها. ازاي؟ الغدد والبصيلات مليانة بالفيتامينات الهكتورونية. امال شعر دقنك ما بيطلعش ليه؟ شعر دقني بيطلع لجوه. لجوه؟ بص شوف، حط ايدك. خبر اسود، انت بتتكلم ازاي وانت فاتح بقك على الاخر؟ انا كده خلقتي كده، مولود كده. اقفل بقك، اقفل. يبقى فوت عليا في المكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. البوليس الحرب منور. منور بوجودك يا فندم. لا مؤاخذة، عديت عليك ولا خدتش بالي. لا طبعا نظر يا فندم. ايه يا عسكري، عاوز تقول ان انا شيشبيش؟ العفو يا فندم، حضرتك شيشيا. شيشياك؟ وهي الشيشياك وحشة؟ ده انت تاخد بيها خانة. حبس وشرفك. لا بلاش حبس وخليها عادة احسن. انت بتهزر؟ هتخش لي قافية؟ اصل انا يعني ومناخيرك بتلعب كمان؟ اصلها بتاكلني يا فندم. وبتاكلك ليه؟ الظهر وانا بحلق حته الصابونه دخلت فيها. والصابون يدخل فيها ليه؟ مالوش حق، غلطان. احبسه، اعمل له قرنيك ذنب. انت مش هتقعد في البوليس الحربي اسبوع واحد. لا وشرفك، انا هقعد في البوليس الحربي لحد ما اخد يوز باشا. يوز ايه؟ با با ما وريتك ما خربت بيتك. افتح الصفوف مارش. لتنظيم المرور استعد. يمين ابتدي. يا عسكري ثابت. يمين ابتدي. يا عسكري ثابت. ما انتش حاسس بهوا في رجليك في نصك التحتاني؟ لا يا فندم. بص تحت كده، مفيش. انتباه يا عسكري. ارفع منطلونك يا عسكري. حاضر. لنظام المرور استعد. شمال ابتدي. واحد، اثنين، ثلاثة، هوب هذا. واحد، الهوب الهوب. محبوس يا عسكري، هعمل لك قرنيك ذنب وادخلك المكتب. يا انا يا انت في البوليس الحربي. مجانس. مين؟ مجانس هو اللي قطع لك القايش. وانت شعرف؟ هو الوحيد اللي كان بيضحك عليك في الطابور. بس الغول، ما تخافش انا هنقذك. عسكري اسماعيل انتباه. يا شويش من فضلك استناني لما اخرج من المكتب. عايز اكلمك بخصوص اسماعيل. وانت ايه اللي حشرك يا بارد يا تلم؟ سيبني اشرح لك الحكايه. بنطلون سيادتك. سيب البنطلون يا فندم. ان ما سكتش هدورك وادخلك المكتب محبوس، مفهوم؟ عسكري بلط. لليمين دور. معتدى المارش. يمين لف. فندم العسكري المستجد ده هو اثناء طابور اشارات ال ايوه
أثناء إشارات طابور المرور. ماله؟ مرور إشارات المرور. أيوة سامع. وبعدين؟ طابور مرور الإشارات. جرايه شويش ما تتكلم. العسكري المستجد ده يا فندم أثناء طابور إشارات المرور. مالك؟ أنت تعبان؟ لا مش تعبان يا فندم أبدا. العسكري ده ماله؟ بنطلونه يا فندم بنطلونه. ماله بنطلونه؟ ملوش يا فندم ملوش ملوش أبدا يا فندم. أنت جرالك إيه؟ خليك مطرحك يا فندم ما تتعبش نفسك أبدا أبدا. أنت عندك مغص؟ لا يا فندم ما عنديش لا مغص ولا حاجة أبدا. أقف كويس ونزل إيدك جنبك. نزل إيدي جنبيش نزل إيدي جنبيش. أنت عيان يا شويش؟ لا يا فندم مفيش. العسكري ده مذنب؟ لا يا فندم بالعكس ده مش مذنب. أنا جاي علشان أطلب له ترقية. علشان؟ دبور يا فندم دخل في منطلونه أثناء طابور إشارات المرور ولا اتحركش. كويس اسماعيل. وبيترجى سيادتك علشان تكتب اسمه في كشف الرياضة. أي فريق؟ المصارعة اليابانية يا فندم. طيب أنا هكتب اسمه في الكشف. دور. حاضر يا فندم. عسكري للشمال دور. واعتدى المرش. ده خفيف يا فندم. امال التقيل يبقى ايه؟ دلوقتي التمرين الفردي. انا ماشي. ما تخافش انا هخليك تشخلع مجانس. اشخلع مين يا عم؟ ده زي الحيطة. هنوم تنويم مغناطيسي واخليه في ايدك زي الشخشيخة. برافو مجانس برافو. شكر. انت بطل الابطال. شكر. هيكون لك شأن كبير في الأوساط الرياضية والبطولات العالمية. بس لازم تنام نام كفاية عشان تحافظ على صحتك. نام يا حبيبي نام. مجانس اسماعيل استعد. يا ام العواجز ناظر يا شيال الحمول يا متولي. ايه اطمئن بقى قطة. ابتدي. اتحرك وصارع واتغلب انت قطة. يا لهوتي السودة. Thank you.
من الغوص. بس 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 يا نهار اسود انت صحيت تاني؟ شهير وزفير بس بس رئتك اتلوحت وانت الصغر الله يخرب بيتك. بس 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 اديله اديله يا حوزتي يا حوزتي نفوخ الأهل. اتحرك يا عسكري. اطلع يا فالح. اجيب لك مخدة. شد حيلك. السلام عليكم يا عسكري. سعيدة. اطلع. بونجورنو. بسرعة يا عسكري. امشي يا عسكري وترقصيش. بسرعة يا غب. ايه اللي عملته ده يا عسكري؟ يا فندم هو مش الغرض ان انا اوصل للجهة التانية من المنع؟ ايوه خلاص انا عملت كده لزوم النط والشقلبية. يا غلباوي يا لمض يا غبي يا محبوس محبوس يا عسكري محبوس بالتلاتة. ما انتش خارج للخميس ولا الجمعة ولا السبت ولا الحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الاربعة ولا الخميس ولا الجمعة ولا السبت ولا الحد ولا الاثنين ولا الثلاثة. عسكري. برافو عليك يا مجانس. عيب يا مجد احنا اخوات. عارف من يوم ما وصلتني ان اسماعيل لازم ينحبس في المعسكر وانا نازل لك في مقالب. ينفذ من مقلب اقع في مقلب ثاني. يعني النهارده مش هروح البيت؟ بقول لك محبوس في المعسكر هيروح ازاي؟ اسمعوا يا جماعه انا جاتني فكره مدهشه جدا عشان نكمل بيها المقلب. اسمع يا مجانس انت تاخد بعضك وتفوت على بيت اسماعيل وتقابل مراته. مراته؟ ليه؟ افهمك انا. دلوقتي بابا محبوس في السجن؟ لا ولا محبوس ولا حاجة، مستني في المعسكر بس ما أخدش أجازة. كل ده عشان غلط في الطابور؟ الجيش كده أهم حاجة فيه النظام. أم ياسين. نعم. ما تيجي نزوره بكرة، بكرة الجمعة ما عنديش مدرسة. ابن حلال أنا لسه كنت بفكر في الحكاية دي. روح شوف مين. مساء الخير. مساء الخير. انت ياسين مش كده؟ ايوه. ايه ابوك موجود؟ لا ما عندوش اجازه الجمعه دي. ما عندوش ايه؟ ما انت سامع؟ لا. طب وقفت شويه. ما عندوش اجازه الجمعه دي. دمك خفيف زي ابوك. وانت لازم ابوك كان دمه تقيل قوي. انت عفريت. الله انت هتهزر معايا ولا ايه؟ مين يا ياسين؟ مين؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. محسوبة مجانس عسكري في البوليس الحربي وزميل سمعة وصاحب الروح بالروح. اتفضل استريح. متشكر.
امال فين سمعة؟ اتاري المحفظ بيقول لي ولد. وعرفتوا ازاي انه محبوس؟ شهير فات عليا من شويه، ده خارج معايا من المعسكر وراكبين الترماي سوا. غريبة. خلبوس سمعة. بياتة؟ بياتة ايه؟ ده أول مرة يعملها. أنت متأكد إنه مش محبوس؟ إيه بس أنت محاسن، أما أقول لك كلمة صدقيني. محاسن؟ مش اسم الكريمة محاسن برضه؟ أنا اسمي سلوى. يا خبر، الظاهر لساني هيزل بحاجات ملهاش لزوم. خلبوس سمعة ده، خلبوس كبير. جاموس أنت، جاموس كبير. دمك خفيف قوي. اسمع على أحسن، أبوك يزعل مني. أنا ما كانش قصدي. أنا مفوتش عليكم. فاهم؟ أنا مفوتش. أنا إيه؟ أنت مفش. أنت برضو بتصدق الكلام الفارغ ده؟ اسكت أنت، مالكش دعوة بالحاجات دي. ليه صغير؟ كلها 10 سنين واتجوز. أنت يا عسكري. يا رب، ماسك الطبنجة ازاي يا عسكري؟ زي الناس يا فندم. يا عسكري قلنا 100 مرة الطبنجة تتمسك بالسبابة والإبهام. هتضرب نار دلوقتي ولسه مش عارف السبابة من الإبهام. ايه؟ هو ده اسمه كلام؟ في حد في الدنيا ما يعرفش السبابة من الإبهام؟ طب وريني سبابتك. سببتي؟ دي فضيحة، دي مهزلة، في حد في الدنيا ما يعرفش أسماء الصوابع؟ يا عيب الشوق، ده أنا أبقى مش عايش في الدنيا، ده أنا أدفن نفسي بالحياة. طب وريني يا فتح، سميلي صوابع يا ناصر. أهو، أدي البيضة، وأدي اللي شواها، وأدي اللي قشرها، وأدي اللي كلها، وأدي اللي طبعنا عن طبقكم دخلوا الفرن، يقدر طبقكم يطبق في طبق. مش على حدبك كده ليه يا عسكري؟ نعم، انت بتنشن ولا بتبصبص؟ بنشن. نزل حدبك. لا لا، ازاي يا عسكري؟ العصب. عصب؟ العين الشمال لما تتقفل العصب بيشد الجلد ويرفع الحاجب اليمين هكذا كده، والعكس بالعكس. عكسه وحاجة حلوة. بص تعرف. بس قلنا بس قفل العين مع تثبيت الحاجب برضو. ما تتعبش نفسك يا شويش، ما تفتحش بقك. أنا كده، خلقتي كده، مولود كده. وعلشان تتفادى اهتزاز اليد عند خروج الطلقة، اضبط أعصابك واكتم نفسك يا عسكري. بص، اكتم نفسك يا عسكري. بص. بص. قاعد الطبنجة. القطار الأول لليمين دور. معتدل مارش. قف. لليمين دور. وضع الاستعداد. استعد. عمر. عسكري مجانس، روح اهدي للشاخص نمرة 3. أمن الطبنجة يا عسكري اسماعيل. يا عسكري أمن الطبنجة يا عسكري. ما أنا مأمن أهو يا فندم. يا عسكري شيل السبابة من على التيتك. سبابة؟ سبابة يعني إيه يا فندم؟ يا عسكري وجه الماسورة للشخص. يا عسكري يخرب بيتك، هتودينا في داهية. الله، مش أنت اللي قلت لي ودي الماسورة في الاتجاه الشاخص؟
علي انت مش هتنفع ابدا ابدا في البوليس الحربي. السبابة يا فندم. انا هدخلك مكتب. السبابة؟ يا ينقلوك يشوفوا لك شغلانة تانية. الحقوني. يا رب فوت النهاردة على خير. اشمعنى النهاردة بس؟ لأن عندي تصريح فسحة وبقالي زمان ما روحتش. طب يا أخي لطف أمورك مع الغول الشاويش عطية، خليه يستخف دمك. مش ممكن، لأن أنا دمي تقيل على قلبه قوي. أنا هعلمك لعبة تبسطه خالص خالص. اعمل معروف أبوس إيدك. لعبة البيضة. بيضة؟ أوب أوب. إيه ده؟ ها هي فين؟ ترامب؟ راحت. أجيبها لك. فين؟ أي اه هوب هوب. هي فين؟ فين؟ اتفضل بقك برب اشتغل. تريست ايدك ايدك بط زبايكوت. البيضة مالها؟ بتحجة بقم. انا هعلمك حاجة تانية دلوقتي. ريحة البصل شنيعة. لعبة المفرش. المفرش سرعة ايدين خفة. كده تمرين خفة في الوقت المناسب تعملها للشاويش عطية تسحره. مفهوم؟ بقم خد. اتاريك ما بتتخانش. يا تقلي دمك الغباوه بتشر منه خالص كده. امشي يا سيره شوشونه امشي. طرلم طرلم امشي طرلم طرلم. برافو. لا دي حاجه ممتازه. اعملها تانية سمعة يا جميل. حاضر. اعملها لحضرة الشاويش. ايوه يا شاويش. قول ليك شوف يا جميل ازاي يا ولد. هقول لك حاجة. انت تمسك طرف المفرش بتاع الترابيزة كده وبعدين تروح شادد بسرعة كده. متأسف والله متأسف والله انا في منتهى الخجل. معلش يا فندم والله. شهر عم. معلش. عالمطبخ. حاضر. عالمطبخ. معلش يا شاويش. شايف عملت؟ انا هنضف وشك هنضفك كل حاجة. هنضفك كل حاجة. متشكر. خلص خلص معلش. انت معلش. هنضفك كل حاجة. يا عسكري. هنضفك كل حاجة. يا عسكري. يا عسكري. رايح ادلق المية الوسخة في الحوض. المية الوسخة تدلقها في البلاعة الكبيرة. حاضر. انا مستعد ادلقها فوق نفوخي بس اخرج فسحة عشان اشوف مراتي وابني. تعال هنا يا عسكري. تعال بقولك. نعم. سارق الشوربة دي موديها على فين؟ شوربه.
انه بادي مجلس عسكري يا حرامي يا لص. بادي شوربة يا اخواتي. امال ايه؟ حمض فنيك شوربة مليانة دسم والبهريز على وشها، وتلاقيك مغطس فيها رطلين تلاتة لحم. عيب يا فندم، انا مش حرامي مش لص. على العموم المية تكدب الغطاس. دو يا مجانس وقول خد يا بختك. ها شوربة ولا مش شوربة؟ شوربة يا فندم. قلت ايه يا حلو؟ شوربة مين يا فندم؟ دي مية وسخة. مية وسخة؟ يعني هو ما بيفهمش؟ هو ما بيستطعمش؟ دو يا مجانس اشرب تاني عشان تشهد عليه في المكتب. ما دقت يا فندم وطلعت شوربة. اشرب دو تاني. شوربة ولا مية وسخة؟ شوربة يا فندم شوربة. طب خد دو انت بقى، انا قابل شهادتك انت راجل شهم وصاحب ضمير وزواقة. زواقة؟ زواقة يعني ايه يا مجامز؟ يعني زواقة. زواقة شوربة؟ ما انتش خارج فسحة في سنتك يا فندم. انا ما قلتش ابدا ان دي شوربة. قلت ما قلتش، انا شربتها وخلاص. هذا التصريح بتاعك. روح غير هدومك واستناني قدام مكتب حضرة الصاغ. شربة ايه؟ وهكذا يا فندم العسكري، ده ما يبطلش ألاعيب ابدا، دائما ابدا يناكف فيا. فاذا سمحت يا فندم نحرمه من الفسحة النهاردة. فين التصريح؟ اهو يا فندم موجود. التصريح فين يا شويش؟ موجود يا فندم، موجود موجود يا فندم. ده اللي بتطلعه ده؟ حاطط ايه في جيوبك؟ يا رب. الله يعافيك. اقف يا فندم. ايه ده اللي بتعمله؟ اقف كويس وبلاش تراوى. تعرض على مكتب القائد. انصرف. بالشمال دول. معتنى المرش. تعالى تعالى، التصريح اهو، وجري على البيت قبل ما تعمل حاجه تانية. خد. اما عليك خفه يد ده دكتور شهير. ده الشاويش عطيه كان حيطق الغول. اسمع الكلام، ما فيش فايدة، ما تتعبنيش وتتعب قلبي معاك. لا حول الله يا رب. انا بس بدي اعرف مين ابن 30 صرمة قديمة اللي قالك ان انا ما كنتش محبوس الجمعة اللي فاتت. انا عارفة ومتأكدة انك ما كنتش محبوس. امال بس هكون رحت فين؟ عند الست محاسن. محاسن؟ محاسن مين؟ الست اللي بتسيب مراتك وابنك عشانها. انا؟ انت راجل مالكش امان. الحمد لله ان في ايدي شغلانة اقدر اعيش منها واصرف على ابني. كده بتتلككي، وحشك الشغل. شغلي ابقالي منك كده. طيب ارجع للشغل، لكن انا اللي صعبان علي حاجة واحدة بس. ياسين ابني هيقعد مع مين؟ هيعيش مع مين؟ مين اللي هيصحيه عشان يوديه المدرسة؟ مين اللي هيحضر له لقمته؟ مين اللي هيغطيه ساعة ما ينام؟ ليه نيتم الطفل واحنا عايشين؟ ليه؟ سعيدة سمعة. والله انا غلبت معاكوا بقى. لما تسمعوا كلمة انصراف كل واحد يروح على الموتوسيكل بتاعه، مفهوم؟ انصراف.
عسكري نمرة واحد، دور. اركب. عسكري نمرة اتنين، دور. عسكري نمرة ثلاثة، دور. اركب. من الدرفيل مغانس وارتاح منك. ومني ليه؟ نسيت الحبس وتأشير البصل. سمع سمع، رد علي، كلمني، قول لي سمحتك، قطع ايديا اللي كتب ترانيك الذنب، ينشك لساني اللي قالك روح محبوس. تكلم مين؟ ده خالص. انا لله وانا اليه راجعون. سب العينيه سب العينيه. مش جايين يا قلبي ابدا. سد سد يا شويش سد. مسكين سحنته متلجه. ايوه كده، البكاء والنحيب، الغول راح. شهير اعمل معروف، انقذني ساعدني. اساعدك؟ اساعدك في ايه؟ في المعسكر اللي لخبطت كيانه، في الاركان الحرب اللي دخلت عليه بالموتوسيكل وكسرت له المكتب. يعني خلاص مفيش فايده، رحت في داهيه. ما تصحقش، الاموات لا يتكلمون. هعمل لك ايه؟ انا غلطت فيك، كل مره كانت العوائق بتيجي سليمه، لكن المره دي مفيش فايده. الدكتور لا. نام. موت اهو المرحوم يا فندم، ده مات وشبع موت لدرجة ان احنا ما كناش قادرين نسبل عليه. معلش معلش يا شويش معلش. النفس طبيعي والنبض كويس. يعني ما فيش حاجة يا فندم؟ لا في كسور ولا جروح ولا حاجة، شوية كدمات بسيطة. هو اسمه ايه؟ اسمه اسماعيل يا فندم. قولوا قولوا يا سمعة. عسكري اسماعيل، سمعة. يكونش عاجز بعينيه؟ لا سليمة ان شاء الله، هو الظاهر جات له حالة عصبية، انا حدي له حقنة الهواء حالا. ايوه النبي يا فندم، خلي بالك مني. انا هساعدك يا دكتور، اتفضل. ما فيش حاجة ابدا. خلوه مرتاح زي ما هو، ما يتحركش، انا راجع له حاجة. حاضر. انا كنت بحسبك مت عشان طهور وتريحنا من قرفك، وقعت
قلبي له يوقع قلبك دلوقتي تفوق وتبقى زي الحصان ويدخلوك مجلس عسكري. عسكري شايف افندم وقف جنبه ما تخليهش يتحرك. حاضر. سامع؟ قلت سامع. ها ابوس ايدك انجدني. تبوس ايدي ولا تقضها يا عطاط؟ طيب يا سيدي ابوس رجلك. اقدح زناد العبقرية يا حلال العقد يا اكبر ساحر في الشرق والغرب كمان. السحر مش ممكن يعمل حاجة في الوقعة المهببة دي. طب. مش هعمل حاجة. طب اعمل معروف يا شهير يعني خلصك كده اروح مجلس عسكري. انجد. السحر السحر السحر. ترى لم ترى لم. نعم. لما يرجع الدكتور دلوقتي فوق لكن سنح. تنح اهو طول عمره يصلبط كده بقى ما ماتش. لا مات ولا يحزنون شوية اغمى ويفوق. مسكين يا ريته كان مات كان اهون كان استريح من اللي هو فيه. ايه تاني ايه اللي حصل؟ حصلت مصيبة كارثة. لو كان كسر يتجبر لو كان جرح يطيب. الله ما تفهموني ايه اللي حصل. مش عارف روحه مش داري بنفسه. يعني مش عارف راسه من رجليه. يعني فقد الذاكرة نسي الماضي مسح شريط حياته الى الابد كله هو وبخته. بقى يمكن يرجع شاب يرجع صبي يرجع طفل صغير رضيع جنين. يا نهار اسود. طبعا حسب الصدمة اللي جت في نافوخه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سمعين بابا جاي امتى؟ جاي الساعة 6 لا كيف ولا مات. سمعين لكن مسكين ليه؟ سمعين والوامر والا مصل العزيزة لي وطن وهي الحمى وهي السكن وجميع ما فيها حسن وهي الحمى وهي السكن. سمعة لا هل لقيت الفيل يا خليل؟ نعم يا سعيد. القراءة الرشيدة يعني رجع عين ثاني بالروضة. لا حول الله. سمعة سمعين منتج فاكرني انا الشويش عطية انتباه يا عسكري لليمين دور للشمال ليف السبابة والإبهام ابتدي كل ده مش فاكره يا سعيد. لا انت المسعلي اللي بيولع الفوانيس بالليل عفلية الليل بيسبح الجنين وسنانه وسود وبياكل دود دود دود. ازاي الحال دلوقتي؟ فاء ولا لسه؟ يا ريته ما فاء يا فندي. حصل ايه؟ مصاب بفقد الذاكرة. معين سمع بابا انت كيت يا بابا يا حبيبي يا بابا انت لوحي يا بابا. انت تعرف البوليس الحربي؟ بوليس؟ بوليس ايه؟ الحربي. حلبي؟ حلبي ايه؟ انت عمرك كم سنة؟ ماما بتقول انا عندي 6 سنين. وامك اسمها ايه؟ امي ام اسمها حنفي. وابوك؟ ابويا مات اصلا يتيم. في احتمال انه فقد الذاكره. نحوله على المستشفى العسكري يا فندم. يستحسن ما يتحركش دلوقتي هنخليه يومين تحت الملاحظه واذا لازم الامر ننقله المستشفى. حاضر يا فندم. شهيد خليه جنبي ولما تتعب عين غيرك. حاضر حاضر يا شويش. برافو عليك مثلت دورك ممتاز. صحيح خليك كده عقل طفل وجسم راجل. ايوه لكن هفضل كده على طول؟ خليك كده لحد ما اعرف مين اللي عمل فيك العمله السودة دي. عمله؟ عملت ايه؟ مين اللي لخبط كيان الموتوسيكل؟ قول لي. مين كان جنبك في الطابور؟ مصطفى خلف على يميني ومجانس على شمالي. مجانس؟ مجانس. مجانس هو اللي شد السلك من دبرياج الموتوسيكل. يا نهار اسود يعني كان عاوز يموتني؟ ما هو ده اللي عايز اعرفه. نعم. ازاي حالته دلوقتي؟ حالته ميؤوس منها. يعني فكرك هيعقد على كده؟ يا ريت يقعد على كده وبس.
امال هيحصل له ايه تاني بس؟ مضاعفات. ازاي؟ هيكش. يكش ازاي؟ الغدد الليمفاوية لما انت عارف يعني ايه الغدد الليمفاوية؟ لا كنت منتظر. الغدد الليمفاوية لما تسيح يحصل ايه؟ تأثر على الغدة الدرقية. الغدة الدرقية تضرب بتضخم الى اليأفوخ. وبعدين؟ اليأفوخ يتأثر، المخيخ يتضخم بدوره. وبعدين؟ يحصل تشنج في تلافيف الكينونة ويحصل انسليكوتوموفتلس. ويكش. ويكش. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قول لي يا شويش. نعم. انت ما شفتش مجانس؟ لا. عن اذنك دقيقة ثلاثة خمسة غاية برا. طب ما تتأخرش بس عبال ما اوكله. حاضر. تاكل لقمه بقى يا حبيبي؟ لا انا مالا، انا عاوز اروح عندهم. طيب يا حبيبي بعد ما تاكل لقمه هتروح عندهم. لا انا مالا، انا عاوز اروح عندهم. اخصى عليك يا سم، انا هزعل منك بعدين. هم يا جمل افضل. دي سحنه سحنه. طيب يا حبيبي هبرد لك هبرد لك. خد بقى. هم يا جمل. الله الله. ايوه كده. وحوي يا وحوي. ايوه بنت السلطان. ايوه لابسه القفل. ايوه خد يا حبيبي خد. لا انا مال، انا عاوز اروح عند امي. هوديك عند امك بس. كل يا حبيبي كل يا بابا كل يا حبيبي. ايوه بس انا عاوز كاكا. كاكا؟ كاكا. كاكا يعني؟ كاكا يعني لحمة. يعني محمى محمى، انا عاوز محمى. لحمة. خد يا حبيبي. ام يا جمال. ام يا ايه؟ عاوز اعمل ايه؟ الله يسد نفسك يا شهير. خد يا مختار. ما شفتش مجانس؟ خرج فسحة. فسحة؟ ليه النهارده ايه؟ خد اذن من اركان حرب عشان يتفرج على ماتش مصارع. طيب متشكر. بينه وبين الموت همسه. لا والله جدع صحيح. بقى فقد الذاكره. خلاص ما بقاش ينفع ببصله. فكر فيها يا لمعي. اسمع مجانس، بكره الصبح تفوت على مراته في البيت وتفهمها انه عمل حادثه وهينقلوه على المستشفى. بس اوعى تفهمها انه فقد الذاكره. اوعى. وبعدين؟ وبعدين تاخدها معاك على المعسكر عشان تزوره. تكونوا هناك الساعة 11 بالظبط، مفهوم؟ مفهوم. كتكوت. أنا طالب منك خدمة صغيرة. بكام؟ اللي تطلبيه. تحت أمرك. مال أنا عاوز أروح لهم. شوف 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 شوف. بوف بوف. ماما فول. سنافورة. برافو عليك. لا 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 انا عاوز اروح عندهم تاني يا سمعة. تمام يا فندم. في ايه؟ مراته عندها امر بالزيارة. مراتك يا حبيبي يا فتورة. مراتك مش عارفها. يا حلولي يا حلولي يا حلولي. لا لا على ما تقدر ترجع لك نفوخك في دماغك تاني. لا يا حبيبي. يا بنت الرفضي سلامتك بعد الشر عليك. سليمة ان شاء الله. هو بس عنده فقدان ذاكرة، رجع طفل صغير في الروضة. اسمعين سمعة، ما انتش عارفني؟ رد عليها يا سمعة، دي مراتك يا حبيبي ام عيالك. انا مال، انا عاوز اروح لهم. طب اسكت ما تعيطش ما تعيطش ما تيأسيش، حاولي على قد ما تقدري. انا هسيبك معاها وربنا يعمل الطيب. سمعة كتو كتو كتو. انت ايه اللي جالك؟ جيت اطمن عليك، ما انتش عارفني؟ مين اللي بعتك؟ مين اللي مسلطك عليا؟ انا يا حبيبي جيت من نفسي، انا مراتك. مراتي؟ مراتي منين؟ وانا اتجوزتك امتى؟ وليه؟ وفين؟ ومين المسؤول؟ يوه ده انت لا فقد الذاكره ولا حاجه، ده انت باين عليك بتلعب عليهم لعبه كبيره قوي. شويش لا اعملي معروف، اترجاكي انا في عرضك ما تفضحنيش. انا مراتك، ام ولادك. خلاص يا ست ام ولادي، ام ولادك. اذن الزياره يا فندم. حضرتك مين؟ انا مراته. مراته ازاي؟ امال مين اللي جوه؟ مين اللي جوه؟
هو في ست جوه؟ مراته الست محاسن. محاسن؟ اوه روح مع مراتك حبيبتي. مين دي اسماعيل؟ انا مراته يا هاني. مراته؟ اه يا كذاب يا غشاش، انت قبل ما تتجوزني مش قلت لي انك عازب؟ ما تزعليش الدبله اهي. يا اخي جاتك مصيبه في الروضه ومتجوز اتنين؟ مش معقول بابا يتجوز عليك. انت تسكت خالص، انا شفت بعيني وسمعت بودي. هلو يا سين، ازاي بابا دلوقتي؟ كويس الحمد لله. خد يا حبيبي خد. مين؟ لا انا يا ست الكل. ازاي اسماعيل؟ انا بلغني بس دلوقتي والله. بلغك انه اتجوز. اتجوز؟ انا بلغني انه عمل حادثه. اتجوز محاسن، انت كنت عارف؟ ايوه كنت عارف يا سلمى، خفت اقولك، ما حبيتش ازعلك. انا هتطلق منه. سلوى عالي مسيره برضه يرجع لي. مش هيلاقيني في البيت. طب عشان خاطر العيل الصغير ده. مالكش دعوه بيا، انا هرجع الشغل عشان اتكفل بابني. خليه هو يهيص مع ست محاسن، انا هسافر عشان ابعد عنه خالص. تحب تسافري لبنان؟ اي بلد. لبنان، الهند، اسبانيا، ومين عارف يمكن نلف الدنيا كلها. اتصرف زي ما انت عايز يا لمي، انا تحت امرك. اسماعيل you
ياسين. ياسين بابا. حبيبي ياسين حبيبي، انت جاي لوحدك؟ ايوه جاي. اقول لك ماما رجعت شغل ومسافره بره مصر. يا نهار اسود، مع مين؟ مع لمعي. لمعي ماله؟ لمعي هو اللي سلطنا على اسماعيل. سامحني يا اسماعيل. سمعت بودنك؟ طب فوقه فوقه، لا فوقه بقلمين يتولوه. يا مين يطول لي رقبه لمعي وانا اقطم زماره رقبته. بيعملوا بروفا في الكازينو وحسافروا بالطياره. طياره 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 طياره. اسمع يا ياسين، انا لازم اخرج من الاشلاء ده باي طريقه. هقول لك على فكره، انت تنام على السرير ده وتغطي نفسك كويس، ولما تسمع اي رجل تشخر. تعمل ايه؟ اشخر. برافو عليك، تعالى نعمل بروفا. غطي نفسك كويس. بروفا. سمعة سمعة. في ايه؟ ايه ماما؟ والنبي يا ابني، لا مؤاخذة اصلا نسيت. العسكري في الجيش لازم يكون مثال الامانة والشهامة. انا وزملائك والعسكريه كلها متبرئين منك. انا غلطان، انا مجرم، توب حرمت. قوم فز معايا، تعالى اما اوريك نتيجه اجرامك. اطلع. اعمل زي انت عملت. ايه؟ اخرج ورا الطابور ده لحد ما تعدي من باب البوابه. الذاكرة مسحت شريط حياته من الدنيا، رجعته روضة تاني ولسه حيكش. الغدد الليمفاوية اتلخبطت على تلافيف كيان المخ يا طور. سمع اسمعين يا مسكين يا غلبان، رد عليا يا سمع. شيل الغطا من على وشك، بعدين نفسك يا حبيبي انكتم. كش شايف يا مجرم؟ اسماعيل تعال حبيبي، تعال تعال حبيبي. انا ما عنديش ولاد وهتبناك. سمع. نعم. نعم الله عليك يا مؤدب يا مهذب يا ابو قلب زي السكره. ايه تاني يا سمعة يا شهير؟ اطلع. ايوه ما هو اطلع. نروح في داهية. انا معاك. خد يا فندم عربية تجيبه هروبي. اتصل بجميع الدوريات تبحث عنهم وترجعهم الاشلاء حالا. بصش وراك،
سوق كويس. فين جايين ورانا؟ تعال بقينا اربعة. اربع متسكات جايين ورانا. تعال بقينا ستة. شويش عبدية والعسكري مجانا اتصرفوا كمان يا فندم. بلغ عنهم الدوريات. حاضر يا فندم. انت متأكد ان ده بيت محاسن؟ ايوه يا فندم. دي بسرعة. انت مين اللي اذنك علشان ترجع الشغل؟ انا مش مستنيه اذن من حد. يا سلام، انت ناسي انك انت مراتي وفي عصمتي قدامي على البيت. بيت مين يا استاذ؟ هي حكايه قفش في عقد. الشرط الجزائي 2000 جنيه، تقدر تدفع 2000 جنيه؟ يلا يا سلوى يا دوب نوضب الشنط، نتقابل في المطار يا جماعه. تعال هنا رايح. عين ايدك من عليها. يا دمك يا ام لسانك واطلع بره عشان اكسر لك دماغك. لا يا زين، ما تمدش ايدك عليا. اسمعنا عليك يا اختي. بلاش ايد. انت لو هجم اكتر من واحد على اسماعيل انا هضطر اتدخل. ولد الى الخلف دور. مظلوم، أنا ما فيش أي علاقة بيني وبينه. لمع اللي مسلطني عشان ترجع للشغل. يلا قلعي بدلة الرأس والبسي هدومك. سالت! فين العسكري اللي بحرق الذاكرة؟
مصل العزيزة لي وطن وهي الحيمة وهي الساكن وجميع أنا ما لنا عوضلوا عن ضم ما تسوش فيها أمزي نقرر الدم نغوان عوضلوا عن ضم إسماعيل صح